بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نتعلم نعمل باور سبلاي للتحكم في الجهد الكهربي. المطلوب ادابتر، مبرده، قطع المنيوم لتبريد ال ام اللي هو ده ال ام 317، مقاومه 1 كيلو اوم، مقاومه متغيره 10 كيلو اوم، طرفين سلك الخارج بتاع الكهرباء، أولا هنجيب ال ام 317 ونثبته في كتلة الألمونيا اللي هي عبارة عن مبردة لي عشان تشتيت الحرارة بتاعته، ونجيب المقاومة ونوصل بين الرجلين التاني والتالت زي كده يعني. الحماية بالقصدير ونجيب الموجب بتاع الادابتر اللي هو محاور 12 فولت، وهنخليه في اول رجل على اليمين. السالب بتاع الادابتور هنخليه في اول رجل على الشمال من المقاومة المتغيرة، مفتاح من المقاومة المتغيرة زي كده. ثانيا هنجيب طرف سلك وهنلحمه في المقاومة المتغيرة في النص، و على ونلحمه برضه في ال ام على اخر رجل على الشمال. ونجيب الطرفين خارج الكهرباء، نعمل الموجب في النص في ال ام، والطرف الثاني منه في المقاومة المتغيرة على آخر على الشمال زي كده. كده خلصنا الباور سبلاي. هنا نتحكم في الجهد اللي طالع. هنوصل الخارج بتاع الكهرباء في الأفوميتر زي ما احنا شايفين، وهنا 1.2، وهنشوف هنا ممكن تزود الفولت الخارج. ممكن تقلله وتزوده براحتك يعني، انت الفولت اللي عاوزه بتتحكم فيه من هنا. ارجو ان تكون حلقة ممتعة لكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، والى حلقات اخرى باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.